إذاعة صوت العرب من أمريكا تقدم حكايات رمضان. رمضان. كتبها للإذاعة منير عتيبة. المادة التاريخية أحمد توفيق. الأداء الصوتي أشجان أحمد يحيى. أحمد يحيى. إخراج دعاء حسنين. هذا البرنامج يأتيكم برعاية بعد تطعيم أكثر من 3 ملايين شخص حول العالم بشكل كامل بلقاح كوفيد 19، تمت الآن الموافقة على تلقيح الأطفال من عمر 5 إلى 11 سنة. فقد أثبتت الدراسات بعد تجارب سريرية مع أطفال حول العالم أن جرعتي اللقاح المخصصة لهم آمنة وفعالة. يوصي الأطباء بتلقيح الأطفال من سن 5 فما فوق من أجل حماية الأصحاء منهم أو ذوي الظروف الصحية الصعبة. الطفل جزء من المجتمع وهو معرض لأن يصاب بالفيروس، ويمكن أن يحمله لعائلته ولمن حوله. احمي طفلك وعائلتك ومجتمعك. لقح طفلك ليكون بأمان في المدرسة أو مع العائلة والأصدقاء وأثناء ممارسة الرياضة. تحدث لطبيبك واكتشف الحقائق بنفسك، أو زر موقع michigan.gov/kidscovidvaccine. رسالة من وزارة الصحة والخدمات الإنسانية في ميشيغان. كل سنة وانت طيبة وسعيدة. الليلة الوقفة وغدا العيد. رغم أنه عيد الفطر، إلا أننا نطلق على آخر أيام رمضان يوم الوقفة، مثله مثل وقفة عرفات في عيد الأضحى. كل عام وإنت بخير في كل الأعياد. أفكر كيف كان القدماء يقضون ليلة الوقفة ويوم العيد. أي قدماء؟ الفراعنة أم السومريون؟ لا 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 أقصد قدماء لهذه الدرجة، فلنقل مثلا عصر المماليك في مصر. سأخبرك بعصر المماليك والعثمانيين أيضا. كل الكرم والله. في العصر المملوكي يجتمع الأهالي في صباح اليوم الأول أمام منزل الإمام الذي سيصلي بهم صلاة العيد في المسجد، فإذا خرج إليهم زفوه حتى المسجد، وبأيديهم القناديل يكبرون طوال الطريق، وبعد انتهاء الصلاة يعودون به إلى منزله على نفس الصورة التي أحضروه بها. وبعد انقضاء ليلة العيد كان الناس يخرجون في أول أيام العيد في القاهرة والمدن الأخرى، إما إلى القرافة لتوزيع الصدقات رحمة على الموتى، أو للنزهة في النيل وركوب المراكب، ويذهب البعض الآخر لزيارة الأقارب والأهل لتقديم التهنئة، كما كان المصريون في العصر المملوكي يفضلون أكل السمك المشقوق، أي السمك المجفف البكالا. الله الله الله، أحب البكالا جدا. كان الاحتفال الرسمي بالعيد بصعود ناظر دار طراز الخاصة في آخر أيام رمضان إلى القلعة في موكب كبير، وبصحبته عدد من الحمالين يحملون خلع العيد لحملها إلى السلطان. وفي ليلة العيد يدخل الأمراء جميعاً على السلطان لتهنئته، وفي صباح يوم العيد ينزل السلطان إلى الحوش السلطاني لتأدية صلاة العيد، ويسمع الخطبة بجامع الناصر بن قلاوون بالقلعة، ويعود إلى الإيوان الكبير المشيد عليه حالياً جامع محمد علي، حيث يمد صمات حافل للطعام بلغت تكاليفه في بعض السنوات 50,000 درهم. وأخيراً يخلع السلطان على الأمراء وأرباب الوظائف، كما يفرج عن بعض المساجين. هل تغيرت هذه الطقوس في العصر العثماني؟ كان الاحتفال الرسمي في العصر العثماني يبدأ بعد فجر يوم العيد، حيث يصعد كبار رجال الدولة إلى القلعة ويمشون في موكب أمام الباشا من باب السرايا أي قصره إلى جامع الناصر محمد ابن قلاوون، فيصلون صلاة العيد
ويرجعون ثم يهنئون الباشا بالعيد وينزلون إلى بيوتهم فيهنئ بعضهم بعضا. وفي ثاني أيام العيد ينزل الباشا للاحتفال الرسمي بالعيد، حيث يجلس في الكشك المعد له في ميدان القلعة، وقد هيئت مجالسه بالفرش الفاخر والمساند الجميلة والستائر الفخمة، وتقدم القهوة والمشروبات وقماقم العطور والبخور، ويأتي رجال الدولة للتهنئة. العيد هل بفرحته لم الشمل في جيته محلى هوا صبحيته، كل عام وانتو بألف خير. أما تونس فقد اشتهر أهلها بتحضير الأسماك المملحة في العيد، وكثير من الشباب يختارون العيد موعدا للاحتفال بالخطبة أو الزواج، وتسمى العيدية في تونس مهبة، والألعاب النارية فوشيك. تميزت تونسيون بعادة حق الملح، وهي عادة تونسية قديمة لا زالت موجودة، ولكن بمرور الوقت اندثرت في بعض الأماكن، وهي تقديم الزوج لزوجته هدية من الذهب بعد عودته من صلاة عيد الفطر، وذلك بعد تقديم الزوجة حلوى العيد والقهوة فيهديها قطعة ذهب. في اليمن يبدأ الاحتفال بالعيد منذ العشر الأواخر في شهر رمضان الكريم، فيجمع اليمنيون الحطب ويضعونه على هيئة أكوام عالية ليحرقوها ليلة العيد. وجاء هذا الاحتفال تعبيرا عن فرحتهم بقدوم عيد الفطر. ويتشابه احتفال عيد الفطر في المغرب مع باقي الدول، إذ يستعد الجميع لزيارة الأهل والأصدقاء بعد صلاة العيد. ولكن تعد النساء قبل العيد أنواعا خاصة من الفطائر والحلوى لتقديمها للضيوف، خاصة لتوافد الزيارات في أول أيام العيد. ويرتدي المغاربة الثياب التقليدية المغربية المميزة. رمضان والعيد ما أجملها من أيام. كل عام وأنت بخير سعادة وبركة وسلام يا رب. كل عام والعالم كله في خير وسلام. عيد سعيد، let's enjoy this happy day. عيد مبارك، come on let's celebrate. عيد سعيد، let's enjoy this happy day. عيد مبارك، come on let's celebrate. Celebrate, let's celebrate. الله مع حكايات رمضان، منير عطيبة، دعاء حسنين.